كأس السعودية قريبا على SSC. رالي حائل تويوتا الدولي. بين الغيوم والرمال. رمال تحيط من كل مكان. صعود القمة. بطولة لقوتها أثر. الليلة للزميل العزيز عبد العزيز البكر في الاستوديو التحليلي، والشكر موصول لضيفيك الكريمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات SSC الأفاضل، طبتم وطاب مساؤكم، وأهلا ومرحبا بكم في آخر سطر من ذهاب دوري روشن السعودي للمحترفين. الفتح النموذجي وبعد نشوة الانتصار يا كريستيانو رينالدو من أمام الوحدة في مؤجلته الأخيرة، والنصر بنجمه العالمي كريستيانو رونالدو الذي يحضر هنا إلى واحة الأحساء لأول مرة بعد الرياض. ماذا يريد العالمي من هذه المباراة؟ يريد الصدارة للشتاء كي يغلق فصلا مهما من فصول بطولة دوري روشن السعودي. للمحترفين الفتح النموذجي وجها لوجه أمام النصر العالمي. والنجم العالمي هنا في محافظة الأحساء، هنا في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي أمام حضور جماهيري طاغي. كيف لا والنجم العالمي يزور الأحساء لأول مرة بعد الرياض. النشيد الوطني، بعد ذلك نعود بمشيئة الله إلى مجريات اللقاء. ومرحبا بمتابعينا ومشاهدينا أينما تصلهم هذه الصورة ويصلهم هذا النقل الحي المباشر على قنوات عدة. النموذجي الفتح اليوم أمام أنصاره
بعد نشوة الانتصار ويلعب اليوم أمام الكبار كريستيانو رونالدو ورفاقه في مباراة اليوم. النصر يريد الصدارة ما في شك، هو يطلب غارسيا من أمام دونيز وجها لوجه للمرة الثالثة. المدرب الفرنسي يناشد الصدارة على الشتاء بعد خروجه من بطولة السوبر في نصف النهائي من أمام الاتحاد. اليوم نعم هناك غيابات يا نموذجي، نعم هناك مؤثرات للنموذجي، لكنه يقول أنا اليوم ألعب بفرصة كبيرة أمام هذا الجمهور. النصر العالمي وهذا بيتروس الذي عاش أيامه الجميلة، بل أن عرفنا هذا النجم البرازيلي من نادي النصر رفاق الأمس، وواحد منهم بيتروس يقول لقد فقدناك في الأيام الماضية يا نواف يا بوشل. التحايا تبقى مع بيتروس ورفاق الأمس، إيتي مارتينيز، ماشاريبوف، والأسماء الذي حضر معها قبل ذلك بيتروس، مع هذه الأسماء اللي موجودة. نادي الفتح النموذجي يريد الحصول على المركز السادس، يريد الوصول إلى النقطة 24. النصر مع كريستيانو رونالدو الدون، الأرقام كلها لك تتحدث من أمام التاريخ الكبير والعملاق لأدون النجم الفرنسي صاروخ ماديرا كما أطلقوا عليه. الحكم الأرجنتيني ليس بغريب عنا، في أيام قليلة قاد نهائي السوبر السعودي الاتحاد والفيحة، وقاد في نهائيات كأس العالم الأخيرة في الدوحة، وقاد عندنا في دوري روشن السعودي. اليوم يحضر صاحب 44 سنة فرناندو رابليني حكما لهذا اللقاء بطاقم كله أرجنتيني في مباراة اليوم. كل الأمنيات لكم أيها السيدات والسادة، كل التحايا لكم أيها الأحبة الرياضيون، كل المتعة وكل الإثارة نعيشها مع دوري روشن السعودي، ونحن نعيش أيام جميلة ورائعة جدا بكلمة هنا التاريخ وهنا المستقبل وهنا الماضي والحاضر لعهد جديد تليد آسيا يا عالم سعودية، هنا في المملكة العربية السعودية 2027 بمشيئة الله تعالى. مبروك للقيادة الحكيمة، مبروك لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ومبروك لكل الشعب السعودي ل 2027 لتكون بإذن الله نسخة استثنائية على بطولات آسيا. ندخل في التفاصيل بعد الأحاديث، ندخل في تفاصيل التسعين لهذا الأرجنتيني فرناندو رابالي الذي يطلق صافرته. ندخل في الأسماء معكم أيها الأحبة الرياضيون. الفتح عند حارس جاكوب ريني حارس المرمى، 25 توفيق بوحيمد، 24 عمار الدحيمي، مروان سعدان مع البداية 17، علي الزبيدي 27، هذا رباعي الدفاع اليوم. فران فيليز الإسباني يغيب عن نادي الفتح في مباراة اليوم. 7 العائد أيمن الخليف، بيتروس وسط الملعب 6، 14 محمد الفيل، 28 سفيان بن دبكة، ومن أمامه فراس البريكين رقم 9 وتليدو القادم الجديد، ومعول كورة لرونالدو ورايا وتسلل على كريستيانو رونالدو. هذا هو أيام قليلة النجم الكبير ويوصل إلى 38 سنة، أيام قليلة هي يومين بس ويوصل عمره المولود في يعني في هذا الشهر في فبراير 5 عام 85. هذا صاحب الأرقام هو فيها شك يقول رونالدو على الكرة الأخيرة، لكن الراية رفعت على كريستيانو رونالدو. نروح على الأسماء اللي موجودة مع وجود كريستيان تيليدو اللاعب الأسباني الاسم الجديد في صفوف النموذجي في مباراة اليوم. النصر يدخل بحارس المرمى 22 اللي معه الكرة، أوغستين روسي حارس المرمى الأرجنتيني، كونان العائد برقم 13، عبد الإله العمري 5، علي لاجامي 78، الخيبري 17، لويس كوستافو 18، سلطان الغنام 2، ومن أمامه كريستيانو رونالدو 7، عبد الرحمن غريب 28، أيمن يحيى رقم 23، وأندرسون تاليسكا الهداف البرازيلي وهداف دوري روشن ب 12 هدف. سلطان الغنام على الطرف الأيمن مع انطلاقة نصراوية، يأخذ الكرة الغنام، يلعب الكرة العرضية، والعرضية لمين؟ جاكوب حارس المرمى السويدي. لن تكون مباراة سهلة ها يا أندرسون تاليسكا، وأنت تعرف طريق الشباك على كل الحالات، لن تكون
تكون مباراة سهلة على الإطلاق كما تتصورونها على الورق. النموذجي لم يعرف طريقا للتعادل في 14 مباراة، 7 انتصارات و7 تعادل. النصر هي الخسارة الوحيدة له في الدوري، سجل الانتصار بعد الانتصار، سجل الاستقرار كواحد من أفضل الفرق حتى الآن في الدوري السعودي، دوري روشن السعودي. لويس أيمن يحيى بالخلف الغنام، كيف سيكون حال النصر في مباراة اليوم بعد أن لاقى العتاب من محبيه وأنصاره في مباراة السوبر ونصف النهائي من أمام الاتحاد؟ محاولة لأندرسو تاليسكا 32، يعني الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب هو 18182 بالضبط، عدد المقاعد اللي موجودة على هذا الملعب الذي شيد في 83 والتي تم تجديده مرة أخرى في 2009. محمد الفهيد، مروان سعدان، المغربي يأخذ كرة من نص الملعب، حاول يمر، تغطي عليه وحاول عند تيدو لأول مرة في أول ظهور اليوم. كريستيانو تيلدو صاحب 31 سنة الذي لعب لبرشلونة لسنوات عديدة، كان آخرها في 2017 ريال بيتس، بعد ذلك كلوب أنجسون أيضا الأمريكي اللي لعب له في آخر محطاته. لويس كريستيانو تيلدو اللي اليوم يلعب أساسيا مع نادي الفتح في أولى مبارياته. عبد الإله العمري غريب وسط الملعب الخيبري يمرر مرة ثانية للعادي كريستيانو رونالدو، يأخذ الكرة للعمري على اليمين من أمامه، محاولة لمها أيمن يحيى على اليسار، كان الاختيارات لرودي غارسيا على أنه يبدأ بالنجعي، يبدأ مثلا بديل للغنام بوشل الذي انتقل من الفتح، لكن هو استقر على هذه الأسماء. غريب في الاستلام من نص الملعب خيبري، غريب نقلات محاولات نصراوية، عاد مرة ثانية خيبري، استلم عبد الإله العمري على اليمين الغنام، يبحث عن عرضيات الغنام، تقدم أيمن يحيى أخذ المساحة، تقدم حاول يراوغ، مهارته عالية لكن التغطية. بيتروس صمام الأمان اللي ممكن يكون عنده دور الكبير. أيمن الخليف العائد بعد الإصابة، هو يعاني أيمن الخليف من الإصابة، وكانت شكوك حول مشاركة هذا اللاعب اللي أثبت تواجده في خارطة دونيس اليوناني في صفوف نادي الفتح. فران فليز الإسباني غائب عن مباراة اليوم، والغائب الأكبر وصاحب الحلول الكبيرة يا فتحاوية هو مراد باتنا اللي دائما يكون عنده الحلول. هذه طويلة وعالية، محاولة فراس بالراس، هذا الفراس الذي يعني مع النصر لسنوات، وعمره كم فراس البريكان؟ أنت تتصور لاعب منتخبنا الوطني في سن صغيرة، يعني هو عنده 22 سنة حتى الآن فراس البريكان، اللاعب الذي قدم نفس مع الفتح وقدم نفس مع منتخبنا الوطني في هدف تصفيات أمام أوزبكستان. حاول يلعب مرة ثانية تاليسكا يحب المساحات، تاليسكا يحب أن ينفرد بمساحات خاصة، يأخذها، يأخذ مرة كرة كريستيانو رونالدو، مر رونالدو بمهارة كريستيانو، مر حالة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذا لويس كوستافو 35 سنة، ما هو صغير لكن عطاء كبير، الكل لم يراهن على، شوف والله اليوم الجماهير اللي شاهدتها بعضها لأول مرة تشاهد كرة القدم، بعض الجماهير وخذوها من عندي لأول مرة تدخل لأجلك، كل التذاكر من أجلك يا كريستيانو رونالدو، كل من حضر من الصغار والكبار حتى من له علاقة بكرة القدم، أنت صاحب الأرقام الكبيرة وصاحب الأرقام الذي بالكرة الذهبية 5 مرات، كأفضل لاعب أوروبي على الإطلاق، الحذاء الذهبي 4 مرات، أفضل من سجل في نهائيات كأس العالم للأندية 7 أهداف، أفضل من سجل في نهائيات كأس العالم 5 مرات على طوال محاولة. هذا كريستيانو من الأول حاول، والتغطية الدفاعية لن يتركوا مجالا، وهو يعرف أن صاروخ ماديرا ينفجر في أي لحظة، ينطلق في أي لحظة، وبالتالي
وبالتالي يعرف القيمة الكبيرة لدى كريستيانو رونالدو. لمسة الثانية ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا واحد من اللي شهد بطولة الدوري في 2013-14 محمد الفهيد صاحب لازم. شوف الشخصيات اللي موجودة، شوف الأسماء، شوف الحضور اليوم، اليوم كلهم لأجلك. اليوم من حضر اليوم يريد أن يشاهد النجم الكبير كريستيانو رونالدو. إسبيدي على اليمين، علي إسبيدي يلعب كرة للأمام، حاول يمرر تمريرة، وضع التسلل من نفسه وبالتالي توقف في رأس البريكان. توقف أوغستين روسي المعارم بوكا جونيور، 27 سنة بعد أن غاب الحارس الكولومبي بالإصابة، وغادر وحمى مرماه ووقف إلى سبع مرات بشباك نظيفة. اليوم لأول مرة هنا في الدوري، هذه كرة ملعوبة للأمام، مروان فوتها إلى حارس المرمى جاكوب حارس المرمى هندرسون. 12 هدف هذا الموسم وهو الهداف حتى الآن. جونيور الفريق الشباب عنده 10 أهداف، وبعد ذلك عبد الرزاق حمد الله عنده 9 أهداف، لكن يبقى الهداف الكبير لدينا في الدوري اللي دائما يكون عند الحسم في كل البطولات، في سوبر تحدث، في بطولة أيضا كأس الرياض سجل أندرسون تاليسكا. الموسم الماضي تاليسكا كان عنده 20 هدف. تاليسكا أيضا عنده حالة خاصة في أنه عنده أيضا الصناعة والتحرك كبير جدا، وبالتالي يبقى قيمة كبيرة أندرسون تاليسكا. بالخلف عبد الإله العمري استلم كرته بالخلف، علي لجامي عادت بالخلف. الاثنين اليوم يلعبون بعد غياب الفارو غونزاليس الإسباني عن صفوف نادي النصر بداعي الإصابة. لجامي يكون بجانب عبد الإله العمري مباشرة. حاول فيها كونان، لجامي باليمين، عبد الإله العمري في وسط الملعب. لا شك أن يكون الحذر. شوف انطلق، شوف كريستيانو طلب الكرة في مساحة لكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى جاكوب ريني. أجمل من حمل الرقم 7 لا شك أنه كريستيانو رونالدو، أجمل من حمل هذا الرقم. هذه محاولة غريب لعبها بفكرة عالية لكنها وصلت سهلة إلى جاكوب ريني حارس المرمى السويدي. قايل لكم أن المباراة فيها تفاصيل، فيها أسرار قد تكون في الدقائق القادمة. هكذا عودتنا مباراة النموذجي والعالمي في المباريات الماضية لا تنتهي بسهولة، بالرغم أن النصر سجل نتائج كبيرة وعريضة في شباك الفتح 5 و4 لأكثر من مرة في مبارياتها السابقة. الغنام تاليسكا، الله على لمسة تاليسكا، الله على أيمن يحيى، والعرضية الطويلة ولكن عدت، ما زالت غريب حصلها لكن عدت الخط إلى خارج أرضية الملعب. تاليسكا يرجع بالخلف يصنع لنفسه مساحة كبيرة جدا. قلنا هو هداف لكنه برتبة الصانع عالي. شوف ما شاء الله على لمسة تاليسكا. أيمن يحيى لعب الكرة حارس المرمى السويدي، فوت الكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. سهرة كروية في هذا المساء، آخر مباريات الجولة رقم 15، يعني عندنا الشباب لعب 16 مباراة، عنده مباراة أيضا مقدمة لعب 16 مباراة، عنده 34 نقطة. اليوم عندنا النصر عنده فرصة أن يكون بطلا للشتاء بفوزه في مباراة اليوم دون النظر إلى مباراة الطائي والاتحاد، ويكون بطل للشتاء ويعود مرة أخرى ليذكرنا قبل 3 مواسم تحديدا العالمي مع روي فيتوريا البرتغالي عندما حقق معه بطولة الدوري. سفيان عليه معول كبير، فهو من يملك 5 أهداف في الصناعة. اللاعب الجزائري سفيان بن دبكة يرجع بالخلف إلى جاكوب ريني حارس المرمى. جاكوب ريني يلعب الكرة، لمسة جميلة من وسط الملعب، حاول فيها بيدروس، تحرك على اليسار، راح سفيان على اليسار، تحرك الآن سفيان بن دبكة الجزائري، الحضور الرائع من وسط الملعب، حاول فيها يلعب الكرة، محاولة على اليمين، هجمة نموذجية العرضية شالها حارس المرمى. جول وفعل
تتكلم عن الهداف، كنت تتكلم عن هذا الإسباني تيليلو، أول حضور يا بختك يا أخي، أول ظهور لكريستيانو تيليدو، اللاعب الذي لعب لبرشلونة، اللاعب الذي كان له ذكريات مع فرق الأسبان. هذا هو الأسباني يحيي أهل الحزة بأول الأهداف، بأول كراته، بأول لمساته، واحد النموذجي، لا شيء العالمي، لا شيء العالمي. 1-0 يهي بداية مع أول وصول لهذا الأسباني، مع أول وصول لكريستيانو تيليدو بعد كورة جميلة تناقلوها ما بين أيمن على اليمين، راحت العرضية شالها حارس المرمى، عادت للإسباني. الإسباني هو من يبدأ وليس البرتغالي. الأحساء يبدأ هنا الفتح على أرض يكون الله، الله على تيليدو، تناغم على فرحة الجمهور. أيمن يحاول وصافرة الأرجنتيني، أيمن يحاول، صاحب 25 سنة أيمن الخليف، المهاري اللي كان عنده صناعة وتداخل. هذا كونان الإيفواري بعد العودة من الإصابة، ألم أقول بأن هناك تفاصيل كبيرة في المباراة؟ هذه واحدة من التفاصيل، واحدة من التفاصيل اللي كانت عليها أولى الضربات، أولى الكرات التي وصلت للنموذجي. بيدروس أونيس، أعلم أنها ليلة صعبة لكنها ليست مستحيلة. غارسيا، أنت الآن أمام أصابع كل من يريد أن يقول بأن رودي غارسيا الإسباني لم يعمل الاستقرار، بالرغم أنه النصر ما زال في المقدمة. استلام، محاولة، كونان، لازالت الكرة، وخطأ على عمار دحيم المدافع اللي تقدم في هذه الكرة. هذا هو عمار دحيم المدافع، عاد بعد الإصابة ليكون بديلا لفران فليز الإسباني. ليلة حوار في هذا المساء، يبدأها الإسباني، يبدأها كريستيان تيليدو، يبدأ كريستيان تيليدو صاحب 31 سنة، زيارة أولى، مباراة أولى تلعب أمام الكبير، أمام العالمي، وأمام فريقه، وأمام هذا الحضور الجماهيري الكبير. على فكرة، على فكرة، الحضور الجماهيري اللي يعتبر هو الرقم واحد في هذا الملعب منذ دوري المحترفين، هو من؟ هو كان في مباراة اللي حسمها أمام النادي الأهلي بهدف دوريس السلمائي، دوريس سلمه بعد ما سجل، كان هناك أكثر من 20، يعني هو فوق طاقة الملعب الحضور الجماهيري في 2013 في أبريل تحديداً. غوستافو يحيى، لمسة لتاليسكا من نص الملعب، غوستافو لعبة للأمام، أيمن يحيى على اليمين، حاول فيها ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. إذن كريستيان تيليدو هو من سجل، هو من تقدم، اللاعب اللي سجل لنا الهدف الأول في المباراة في الظهور الأول. يعني أن تظهر في أول مباراة، أن تظهر في فترة الشتاء، وأنتم عارفين أن الأرقام الموجودة دائما ما تكون صفقات الشتاء ليست، يعني ما تعطي معيار أو انسجام كامل. اليوم من أول مباراة كريستيان تيليدو سجل أول الأهداف. يلعب كرة، يحاول وخطأ. إذن كريستيان تيليدو هو من سجل أول الأهداف، اللاعب الذي سجل أول أهداف هذه المباراة. انطلاقة نصراوية على اليسار، كونان تقدم، لعب كرة، غريب، تغطية، محاولة، كريستيان حاول يبحث عن الخطأ لكن الأرجنتيني يقول لا شيء، حاول لعبة للأمام، محاولة عند سفيان،
سفيان، شوف وين لعبها، شوف المكان، شوف المساحة، تقدم والعرضية اليمين بعيدة في راس البريكان، استلم في راس وسط ضغط كبير، عادت فتحوية، تيو مرة ثانية يلعب الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. هذا هو كريستيان تيو اللاعب الإسباني الذي سجل ولعب الكرة، وكان أيضا عند الرغبة أن يظهر صاحب 31، لعب أيضا مع ريال بيتس لوس أنجلس، أيضا الأمريكي لعب معه في آخر محطاته، جاء هذا الموسم هذا اللاعب الذي سجل لنا هذا الهدف الأول كريستيان تيو. سفيان لك الصناعة، لك الدور الأكبر حتى الآن في تقدم الفريق على 19 دقيقة. كريستيان تيو مرة ثانية يلعب الكرة، محاولة، يحاول يمرر سفيان، بيتروس حاول ضغط عليه، أيمن يحيى اصطدت مرة ثانية وخطأ، خطأ للنصر. هذا هو الأرجنتيني الذي قاد في كأس العالم 3 مباريات، وقاد لنا نهائي السوبر السعودي الفيحاء والاتحاد، قاد لنا أيضا مباراة في دوري روشن الاتحاد والخليج، وفي كل المباريات أعطى البطاقة الحمراء في السوبر وفي دوري المحترفين. رودي غارسيا لا زال يسجل ملاحظاته، لا زال يدون كل ملاحظاته. الفين فقط كرة في نص الملعب، العمري تاليسكا أمام اثنين، حكم المباراة يعطي الخطأ الآن لتاليسكا، يعطي الخطأ الآن لتاليسكا بعد مرور رائع جدا. هذا أندرسون تاليسكا والخطأ، والخطأ في وسط الملعب. هذا العلامة المميزة في النصر الذي في الأوقات الحاسمة أمام الاتفاق لم يكن رائعا ذلك المنظر، لم يكن الحضور الذهني عالي للنصر، لكنه حضر أندرسون تاليسكا وسجل الهدف الوحيد مع أول حضور بقميص النصر لهذا النجم الكبير كريستيانو رونالدو. الأرجنتيني هو قد يكون الحكم هي آخر سنواته في التحكيم، 44 سنة دولي من 2014 هذا الحكم. خطأ ونظرات كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو له المواقف الكبيرة مثل هالتسديدات، له المساحة التي يعرف هذه التسديدة، لكنها اصطدت ولا زالت الكرة نصراوية. أندرسون تاليسكا في الاستلام يحاول فيها، يلعب الكرة طويلة عالية خطيرة نصراوية، لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب وسط مطالبة بركلة زاوية، لكن عدت إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. هذه العرضية الجميلة اللي لعبها أندرسون تاليسكا اصطدت في آخر من لبست فيه هو كريستيانو رونالدو، عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. لا شك أن الجماهير تنتظر هذه المباراة، الفتحويين عندهم إصرار كبير قبل هذه المباراة، النموذجي كان عنده إصرار كبير جدا في خوض مثل المباريات، ونشاهد الفتح يظهر بشكل كبير أمام الفرق الكبيرة، الفرق المنافسة على الدوري، فكيف اليوم وأنت تلعب على من يكون عنده الطموح الأكبر على الحصول على الدوري في هذا الموسم. هذا عبد الله الخيبري لاعب خط الوسط تحصل على خطأ، الغنام يعيد كورته بالخلف، يلعب الكرة الطويلة، استلام بالصدر، محاولة كريستيان، هذه خطيرة غريب، محاولة نصراوية، والفهيد تراجع بشكل رائع جدا، محمد الفهيد بتوقيت ما زالت نصراوية عرضية، ومروان سعدان في التصدي، محاولة عند فراس، استلام عند تاليسكا بمهارة تاليسكا، غير الاتجاه بفكرة رائعة، زبيدي بالراس. مباراة لا يمكن لها الهدوء، النصر لن يهدأ، لن يسكن، لن يستكين إلا أن يكون هدف التعادل والعودة بعد ذلك في المباراة. النموذجي يريد أن يكون الهدوء العام، الهدوء في المباراة، لأنه يعني متقدم بهدف كريستيان تيو اللاعب والقادم الاسم الإسباني في صفوف نادي الفتح. خطأ
لمصلحة فريق النصر على الجهة اليسرى. الكرات العرضية دائما ما يكون الحاضر الأكبر هو أندرسون تاليسكا، دائما يكون هو الرقم واحد داخل الصندوق أندرسون تاليسكا. أما التسديد من خارج المنطقة يعني يكون عند كريستيانو، يكون عند غوستافو. هذه العرضية عند غريب، هذه دخول داخل منطقة الجزاء، نجح الفتح في إبعاد الكرة بشكل رائع ومميز ووقوف ثابت. لأن اليوم لما تلاحظ أن دونيس أعطى لبهيد المهام، لأنه يريد واحد يكون عند الاستقرار بالخلف، والتالي أبعد المقهوي، أبعد نوح الموسى عن وسط الملعب، أتى بلاعب الخبرة ولاعب الإمكانيات أيضا، واللي عند الأدوار الدفاعية هو ما يحتاجه دونيس في مباراة اليوم. كرة ملعوبة للأمام، كريستيانو أخذ الكرة، كريستيانو تسديده رايا وتسلل. كريستيانو كان في موقف تسلل، كان ممكن أن يحرز أول الأهداف، ويقول كريستيانو لا، والحكم المساعد في مباراة اليوم هو انتظر. لا، واضحة كريستيانو رونالدو كان واقف في موقف تسلل بالخطوط العريضة، كان واضح كريستيانو في موقف تسلل. كريستيانو يشير بأصابعه على كلمة لا على وجوده في التسلل، لكن يا كريستيانو أن الحكم المساعد كان محق في اللقطة الأخيرة على حالة التسلل، وإقرار حكم المباراة على وجود حالة التسلل. قد يغامر الفتح اليوم على كشف حالة التسلل مع سرعة كريستيانو رونالدو وتمركزه بالشكل. تيو لعب الكرة بالخلف مرة ثانية، بيتروس يحاول فيها، فراس البريكان، فراس لمسة للأمام، طالت على توفيق إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التاس. هذا كريستيانو رونالدو يعني أجمل ما قيل. هذه محاولة، تيو يلعب الكرة للأمام، هي الكرة، محاولة عند سفيان، وخطأ للنموذج، خطأ للفتح، وخطأ كبير، أقصد أنه يعني خطير على المسافة، لأن كريستيانو تيو لاعب الخبرة، لاعب برشلونة، لاعب ريال بيتس، لاعب اللي الإمكانيات على 31 سنة، قد يكون واحد ممن يجيدون هذه الكرات باتجاه مرمى الحارس الأرجنتيني. لا والله، راح يكون مروان سعدان المدافع المغرب، مروان سعدان اللي عنده التخصص على الكرات الثابتة، المدافع هذا هو مروان. مواجهة للمرمى فيها خطورة، نعم الخطورة موجودة، الحيطة المعمولة، مروان لعبها، الله الله على تسديدة مروان سعدان، عدت بجوار القائم، لعبها من فوق راس الحيطة، عدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى اللعبة، وتسددت بهذه الطريقة مخادعة لكنها شوية بعيدة عن المرمى، عدت إلى خارج. خطير الفتح رغم قلة كراته، يعني رغم قلة الكرات اللي موجودة للفتح في مباراة اليوم، واحدة منها وصل وسجل الهدف، وواحدة منها تحصل على خطأ ومرت بجوار القائم. غريب، تاليسكا، تغطية ناجحة جدا للاعب فريق الفتح، أيمن بلمسة جميلة من نص الملعب، حاول سفيان، طالت الكرة من أمامه. عبد الرحمن غريب عنده هدفين مع النصر هذا الموسم، الخيبري بالخلف، عبد الإله العمري بالخلف على اليمين، سلطان الغنام بالاستلام، تحرك من غوستافو من نص الملعب، يلف النصر، يبحث عن المساحات، يلعب يحتفظ بالكرة، وهذا أمر طبيعي جدا، احتفاظ النصر لتمركز لاعب أكبر عدد من لاعب الفتح بالخلف، وهو يبحث عن الثغرة للمساحة اللي ممكن يوصل إلى كريستيانو. هذه محاولة على العرضية العالية بعيدة، جاكوب ريني حارس المرمى السويدي طالع من مرماه، ينجح بهذه الكرة. صدارة الشتاء أين ستذهب؟ هذا ما يهمه دونيس، أن يكون الفوز، الوصول إلى نقطة 24 تجعل منه في المركز السادس. رودي غارسيا اليوم يريد أن يختم هذا الجزء الأول من الذهاب بعد 15 جولة بالوصول إلى الصدارة ب36 نقطة. محمد الفهيد، تيو
لمسة من تيو مرة ثانية، عادت مرة ثانية. شوف شوف الاحتفاظ بالكرة اللي يحتفظ فيه بيتروس. تيو مرة ثانية، بيتروس عاد بالخلف إلى خارج أرضية الملعب. شوف شوف بيتروس يعطي الإشارة للجماهير بالحماس بالروح، لأنه الفتح الآن مع الدقائق الأولى مع حوالي 28 دقيقة، هو يلعب بحالة الروح المعنوية الكبيرة منذ نزوله إلى أرضية الملعب. الخيبري يتقدم، كونان الإفواري صاحب عرضيات كبيرة لكنه غاب بسبب الإصابة وعاد مرة أخرى. بوسلان تونا كونان، العمري على اليمين، الغنام والبحث عن العرضية، العرضية طويلة بعيدة، الزبادي يتدخل، أبعد الكرة بمبدأ الأمان إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو علي الزبادي الظهير الأيمن، بعد ما غادر نواف بوشل إلى نادي النصر بعدما أتى خالد الغنام. اليوم طبعا لا يشرك لا أساسي ولا بديل في مباراة اليوم دونيس، في مباراة اليوم القادم الجديد خالد الغنام لاعب النصر اللي عنده 22 سنة، هو في قائمة نادي الفتح في الفترة القادمة. كونان يلعب الكرة بلمسة جميلة والعرضية والتغطية الدفاعية. شوف المرتدة، شوف المرتدة، شوف المرتدة. أيمن الخليف راح، أيمن انطلق لكن ما عنده عدد، وبالتالي راح ينتظر، راح ينتظر مر وسط الازدحام. حكم المباراة يقول العب الكرة معاك، يلعب الكرة على اليسار، سفيان يتدخل يلعب الكرة، توفيق محمد. هذا أول ظهور يظهر فيه توفيق محمد في هذا المكان، عارف أنه لن يغامر بالتقدم للأمام وأمام عدد من الأسماء الكبيرة. محاولة عند بيتروس على اليسار، يحاول فيها توفيق محمد، يبحث عن العرضية لكنها اصطدت في عبد الإله. عادت مرة ثانية، يستلم الآن الفتح، فراس للأمام، سفيان، فراس في مساحة رائعة جدا، تمريرة رائعة للنموذجي، يحاول فيها، فراس انتظر، عاد مرة ثانية لتوفيق بحيمد، توفيق بحيمد، لمسة ثانية، اتروس، توفيق بحيمد، العرضية اليمين عالية، حولت بالراس، لا زال يمثل الخطورة، تيو على اليمين، ما زالت فتحوية، ما زال الآن أيمن، لمسة والثانية، أيمن لكن بعيدة، الله. عرض رائع يقدمه في الدقائق الماضية النموذجي، دخل بثقة كبيرة جدا في مباراة اليوم وهو الآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء. مروان سعدان بالرأس، عدت فتحاوية، محمد الفهيد، هو أتى بمحمد الفهيد من أجل هذا الوقوف على الكرة وتغيير الاتجاه، أتى به من أجل هذا. هذه كرة للأمام، هذه سريعة أطول من اللازم، نعم عدت، ما زال الله، ما زالت عدت الخط، عدت الخط إلى ركلة مرمى، عدت الخط. هذا هو كريستيان تيو، صاحب الهدف الوحيد في مباراة اليوم. نعم عدت الخط، لم تظهر خطورة النصر حتى نصف ساعة أولى. شوف أيمن، شوف أيمن مصدر الانطلاقة والإزعاج الكبير الذي عمله أيمن الخليف لما أخذ الثقة بعدما جاء من نادي الوحدة مباشرة إلى نادي الفتح عند خمسة. شوف النقلة السريعة، لعلها تكون هذه أخطر الكرات الفتحاوية، أخطر الكرات إلى خارج أرضية الملعب. خطير النموذجي، خطير على الأطراف مع سفيان بن دبكة وأيمن الخليف عمل، لكنه يتدخل علي لجامي، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية، ركلة زاوية. يسجل الأفضلية في الدقائق الماضية، حوار الأرجنتيني والبرتغالي الكبير لونيس، وكأنه يقول بأنه يعني نلعب اليوم واحدة من المباريات الكبيرة ونقدم شوط رائع حتى الآن. يتقدم كريستيان تيو بالهدف الوحيد حتى الآن، توجيهات حارس بوكا جونيور المعار له مع النصر في نهاية هذا الموسم، هذه عالية بعيدة ولكن عدت نصراوية. للعمري يلعب الكرة، توفيق محمد من أمامه، أيمن يحيى ضغط عليه، أيمن يحيى انتظر، الخيبري، غريب، تغطية على غريب، ما هو تارك مساحات أبدا فريق الفتح، وكأن دونيس درس تماما نادي النصر في مبارياته الماضية ولعب على الجزئيات الموجودة في شوط المباراة الأول حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة.
هذا التدخل الأخير عمار دحيم لما تقدم في الكرة الأخيرة، والخطأ الآن لبيدروس. عقل مفكر في وسط الملعب بيدروس، رمية تماس لمصلحة فريق النصر، عدد كرته بالخلف، لازال التنافس كبير على الدوري. احنا الان على نهاية الذهاب، نهاية الشتاء، وبعد الاوراق التي اغلقت في الشتاء والتي طويت في الشتاء من اسماء وتنقلات ومدربين وايضا معارين. شوف فراس البريكان في مجهود فردي صاحب 22 سنة، فراس البريكان يلعب مباراة كبيرة جدا بتحركاته يحاول فيها. الغنام قالت على الغنام إلى خارج أرضية الملعب. حتى الآن لم أشاهد الصورة الكبيرة لنادي النصر حتى هذه اللحظة على أقل تقدير، ونحن نمضي على 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 آخر 11 دقيقة في نهاية شوط المباراة الأول. بالخلف سبيني تقدم، لعب الكرة العرضية، تيو في الاستلام، كريستيان تيو، حاول تيو تسديده مرة ثانية، يطالب بخطأ، حكم المباراة الأرجنتيني قريب، لا شيء في الكرة الأخيرة، وصلت لغوستين روزي حارس المرمى. هذا هو تيو صاحب، والله حضور رائع جدا لهذا الإسباني، حضور أول لأن تطل وتكون أنت النجم الأول والأنظار عليك، ومخرج المباراة هو من يعني يعطي الفوكس الكبير لك مع أول حضور، مع أول إطلالة، وأنت تلعب مباراة ثقيلة أمام جمهور تقريبا ملأ الملعب، تقريبا ملأ الملعب اللي يتسع ل 18182. راح نشوف الإحصائية النهائية على الحضور الجماهيري في هذا المساء. كونان ياخذ كرة، يحاول خيبري بلمسة للأمام، يبحث النصر الآن عن ذاته في المباراة، محاولة عن ذاته